صبيعه ديال الشاورما ديال الزيتي. ايه واخا هو ماشي بحال الشاورما رقيق، تقطع شوي غليظ بحال الصبيعات ديالنا بحال هكا ولا غلط شوي. كناخذو نص كيلو ديال الزيتي، صدر ديال الزيتي نقطعو بحال اللي قلت لك، كنديرو ليه نغسلو مزيان بعد المره الاولى ملي نجيبوه بعصير حامض والملحه والسكنجبير. ايه نقطعو نديرو ليه سكنجبير، قولي جوج معالق ديال الصغار ديال السكنجبير، انا كندير عيني ميزاني. ايه فعلا. والبزار والملحه والثومه ولا موطارد خليهم مرقد، تمرقد مزيان. فملي كنبغي نقليه كناخذ جوج بيضات كنطربوهم كنغطسو في البيض ونديرو في الطحين ونقليه. ايه مش كيجي مقرمش، كيجيو فتيين من الداخل ومقرمشين من برا، مقرمشين من برا كيجيو زوينين. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. نزيدك شي حاجة ولا كاين شي مستمعة؟ واخا نكتفيو بهذا القدر يا لطيفة. واخا اختي واخا بارك الله عليك، كنشكرك بزاف كنشكرك بزاف يعني على اللي تواصلتي معنا والبركة في راسك، ولله ما أعطى ولله ما أخذ، والله يصبركم إن شاء الله. تحيتنا لك لطيفة، الله يقويكم إن شاء الله. غادي ناخذ